هنتكلم على فرق النقطة العمل الثانية طبعا لو كانت أرقام استرشادية أنا موافق عليها. وأنا لما كنت عضو في مجلس النقابة أنا قدمت من 3 سنين طلب للنقابة بعمل يعني عشان نسبق اللي هيحصل بعمل قوائم يعني لست للأسعار الاسترشادية مش إجباري. ما دي ما فيهاش مشكلة. معلش سؤال، هي هتفيد بيه الأرقام الاسترشادية؟ المريض يكون عارف، مش ملزمة. ما أنا لا، المريض يكون عارف، لان النقطه الثانيه انا هتكلم فيها هتوضح لحضرتك. فضل. والدكتور علي برضو يعني صحح لي لو انا بقول غلط. فضل. لو بصينا بقى لل 100,000 مؤسسه خاصه في مصر بتقدم الطب، نشوف بقى الاسعار فيها كام. هنلاقي ان اكتر من 70% من المرضى المصريين اللي بيروحوا مستشفيات وعيادات، لان احد مشاكلنا ان 80% من المرضى المصريين بيروحوا على طول على الصيدليه وياخدوا علاجهم من الصيدلية ويصرفوا. صحيح. فده بينتج ان بيقل الاعداد اللي المفروض تروح للاطباء، فقلة الاعداد بتخلي الناس ترفع الفيزيتا بتاعتها. لكن حتى في الوضع الحالي اكتر من 60-70% من المرضى في مصر بيكشفوا في مستوصفات وفي مراكز خيرية وفي مراكز حتى اللي هي العيادات المجمعة ما بين 30-50 جنيه الكشف. ويصحح للدكتور علي. نيجي بعد كده للعيادات الاطباء. عيادات الاطباء تتراوح فيها تختلف فيها الاسعار حسب التوزيع الجغرافي. هنلاقي في محافظات ممكن يكون كشف الاستشاري فيها 80 جنيه و90 جنيه و100 جنيه. وهنلاقي في القاهره طبعا، لان زي ما قلنا من الاول عندنا مشكله في التدريب، عندنا مشكله في التوحيد القياسي، وعندنا فكر ان انا اروح اتعالج في العاصمه او فلان الفلاني الاسم المشهور ما فيش غيره، فالناس بتسافر وتيجي وقد تدفع الاف الجنيهات عشان تصل الى القاهره او الاسكندريه او المنصوره او الاماكن الكبيره اللي فيها تجمعات من اساتذه الطب ويكشف عنده. فطبعا نتيجه ان الناس دي بتروح اماكن عليها ضغط، فالدكتور عنده ويتنج ليست كبيره ويبقى في حجز وتبتدي الاسعار تزيد. لكن دول عددهم كام بقى في مصر اللي بيكشفوا اكتر من 300 جنيه؟ لا يتعدوا من 5-6,000 طبيب. لا 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 لا، انا بقول الارقام دي، لو حضرتك عندك ارقام رسميه حصرها. انا ما اقدرش الحقيقه اكتر من 300 جنيه. انا بقول حضرتك، انا يعني انا لفت مصر كلها بنفسي، يعني مش حد بيشتغل معايا. عدد الاطباء اللي بيكشفوا باكتر من 300 جنيه، اللي بيكشفوا باكتر من 300 جنيه لا اكتر بكتير. ما انا بقول لحضرتك، ما وريني حضرتك بقى جبتهم منين؟ ما هو الكلام اللي بيتقال في الاعلام. طب حضرتك جبت 6,000 منين؟ انا بقول لحضرتك انا لفيت مصر، انا لفيت مصر دي محافظه. لا لا، بقول ما بين 5-6,000 طبيب ليه؟ انا عارف عدد اعضاء هيئه التدريس، كل عدد اعضاء هيئه التدريس في مصر 28,000، ثلثهم مسافر بره مصر. انا الارقام يا اما ما هو في طريقتين للحساب، يا اما نعمل نجيب من على الارض، يا اما بناخد ارتجاع مركزي في التحليل من الارقام اللي احنا حافظينها. يعني عدد الاطباء في مصر كام، اللي بيشتغلوا كام، اكتر ناس بياخدوا فلوس اللي هم الاساتذه الكبار في التخصصات الدقيقه، بنجيب اعدادهم وتخصصاتهم والكلام ده كله. فتخيل حضرتك لو انا عندي داخل مصر في 19,000 عضو هيئه تدريس، يعني منهم اساتذه حوالي اقل من 10,000 استاذ، كم منهم هيكشف بهذا المبلغ؟ عشان كده بقول لحضرتك انا بقول ارقام. طيب. من الواقع. بس دكتور علي.